لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها، وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زاخر للبصرة والعمارة، حط الساعد فوق الساعد صف الصف وما نتباعد، يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد، لا تحط ايدك انت بدي كلمة ونص ما نحكي هواه، انا وياك وانت وياك مثل الوطن احنا بيدينا، حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا بكم كلمه ونص وبدايتها من الموجز. واقع الصناعه العراقيه اللي ما يشتري يتفرج. شايفين اكو شباب مبسطين بجليكانات زاهي على طريق معسكر الرشيد القديم، جليكانات لا بيها دلاله ولا ليبل ولا اسم الشركه ولا نوع المنتج، وتنباع باسعار رخيصه حيل، بس الناس تشتري وتشتري بكميات. هذه العبوات مال الزاهي انتاج وطني 100%، انتاج الشركة العامة للزيوت النباتية التابعة لوزارة الصناعة، منتج بلا تعريف ولا ليبل ولا اسم، والناس ميتة عليه. يعني اكو رغبة استهلاكية للمنتج المحلي واكو سوق. لعد هنا يلح السؤال الحاحا، إذا حاجة العراقيين للمنظفات والصابون ما تخلص، لعد ليش الإنتاج مو عراقي والسوق متروس بضاعة أجنبية وسط غياب المحلي؟ أكو ليك بالموضوع، نفس القضية تنحسب أو تنسحب على كل الصناعات، تعليب إنشائية، سيارات، سجائر وإلى آخره، كل الصناعات أكو إمكانية أكيدة للإنتاج العراقي، بس المستورد حاكم السوق. شغلة تحير، لحد وين حماية المنتج الوطني؟ وين الأمن الاقتصادي؟ وين التخطيط؟ بشرفكم يصير دولة مثل تركيا تبادلها التجاري السنوي ويا العراق 20 مليار دولار، ومو بس تركيا، تركيا مثال قيس على أغلب دول الجوار، بينما كل الإنتاج العراقي من البضائع سنويا ما يسوي 2 مليار بالسوق المحلي. لحد عمي حقهم اتحاد الصناعات من سووا قبل كم شهر عزاء رمزي للصناعات العراقية وقروا الفاتحة على روح المرحومة الصناعة العراقية، بس بيناتنا الظاهر أكو إرادة لعدم نشاط الصناعة العراقية. روح الغازي عنتاب بتركيا راح تتفاجئ أنه معظم معاملها ممولة عراقيا، تسأل الممول العراقي بلدك مو أولى؟ يقول لك يا أولى ناكي حاربوني، والبضاعة اللي تدخل العراق لا يمكن منافستها لأنها أصلاً غسل أموال لتهريب العملة. بيش ما يبيعها التاجر المستورد هو ربحان، حتى لو كان خسران، وش قد ما نرخص هو يرخص. أما إذا نجح الصناع العراقي بغزو السوق المنغلق على المتنفذين والمدعومين سياسياً من الأحزاب، فهاي اللي الله كتبها عليه، من حرب شعواء وابتزاز، ومو بعيدة يخطفوا له يخطفون أحد أولاده ويساموه. لذلك الصناع العراقي لو استثمر خارج العراق بتركيا أو الإمارات أو أوروبا أو حتى أمريكا، لو بطل العمل واعتزل، لو مات من القهر. بعدين شنو سالفة الاستثمار الصناعي؟ اللي نفهم الاستثمار بقطاع الصناعة لازم ينشط الصناعة، لكن ما نبيع المصانع ونسويها استثمار مولات أو قطاع الإسكان، هاي مفاهيمها. كسر بجمع، نبحث عن إرادة حقيقية وطنية لإعادة وقوف الصناعة العراقية على قدميها، ومع الأسف لحد الآن لم نجد. والمن المؤلم أن العراق صاير سوق بضائع كل نتاج صناعي في العالم لكل من هب ودب، واللي ما يشتري يتفرج. انتظرونا بعد الفاصل. لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها، مو كل اللي
قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة. حط الساعد فوق الساعد صف الصف وما نتبعد يجمعنا هالوطن الواحد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في كلمة ونصر. ارحب بضيفي مستشار كتلة المنتج الوطني النيابية الاستاذ تحسين موسى، وحياك الله. حياك الله استاذ، سعيد ان اكون معك. اشكرك، احنا اسعد، وان شاء الله يعني انا هذا الموضوع من الناحية الشخصية اتفاعل وياه بطريقة كبيرة جدا، يمكن مؤلمة المقدمة كانت حتى الي من اواني اقراها اباوع انه ليش هيك منتجنا الوطني، لذلك ابحث عن خلاص خلاص يجي يقول لي يخلي لي الأسباب وطرق المعالجة. ما السبب في تبني كتلتكم فكرة واسم المنتج الوطني، وما هو منهاجكم لدعم أو إعادة إحياء المنتج الوطني بطريقة عصرية غير الطريقة الموجودة الآن؟ بالحقيقة أنا أشكرك على المقدمة، ونحتاج هكذا صدمات حقيقة اللي تعيد حيوية لربما تدغدغ مشاعر من يكون على هرم المسؤولية للنظر بهذا الملف حقيقة المهم جدا. يمكن ما راح نتوقف عند مبحث واحد ليس فقط عن الرؤية، وإنما نتكلم عن أسبابه، عن إيراداته، عن ارتباطه بالأمن القومي، ارتباطه بصحة الإنسان، ارتباطه بهيكلية الدولة، ارتباطه بالسلم المجتمعي، ارتباطه هذا كل يعني برنامج كامل اقتصادي اجتماعي سياسي. يعني مثل ما تفضلت، اليوم أي بلد اليوم يفخر بصناعة وإنتاجه الوطني، وأشرت أيضا أنت النقطة جدا مهمة عن حجم التبادل التجاري الضخم. وبالعكس وزير الخارجية التركي زاد الرقم، قال 25 مليار دولار. هذا يعادل موازنة مصر. صح. اللي تعدادها أكثر من 120 صحيح. مليون نسمة. هذا من اتجاه واحد، لكن أرجع التبني موضوع المنتج الوطني حقيقة. نعم. حقيقة هو نهج وطني قبل أن يكون كل شيء، انبعث من الإيمان بهذه الفكرة الوطنية على أنه نتبنى هذا المشروع. لأنه لاحظ اليوم كل دول العالم كل اتجاهها للقطاع الخاص. طيب. أكبر اقتصاد عالمي هو اليوم يشكل 93-94% أمريكي صيني غيره، هو يعتمد على القطاع الخاص. نعم. للأسف الشديد المقومات كلها موجودة بهذا بلد، بلد الخير، بلد النهرين، بلد الرافدين. تقصد يعني المصانع والمعامل والثروة البشرية، الطاقات والمصانع والثروة، لكن فقط نحتاج إلى الإرادة الوطنية. نعم. لاحظ جنابك الكريم، يعني اليوم الكتلة من تبنت هذا النهج حقيقة كانت تكلفتها باهظة، ليس بالتكلفة السهلة، كون أنه عانى من عقبات كبيرة من خلال أنه بدل ما كنا احنا نتمنى الجانب الحكومي وحتى الجانب التشريعي أنه يكون إلى دور بهذا الموضوع. وأشكرك، احنا حتى وسائل الإعلام لربما أنا كانت مظلومين بهذا الجانب، لأنه اليوم أنتوا لسان حال. لا هذا واجب أكيد واجب. لا نعم، ونشكر اللي أدي واجبه، نشكر على واجبه. شكرا. خاصة بعد أنه غياب هذه الرؤية. تفضلت أنت، عرضت عرض حاليا وحكيت بمرارة على ما يمر بالبلد. يعني اليوم من نتكلم عن المقومات الموجودة، إذن الأرضية موجودة، لكن سبب إيقافها وين يتوقف؟ هذا يتعلق بالبرنامج الحكومي. اليوم البرنامج الحكومي منعطي دور للمنتج الوطني، برنامج الحكومة الحالية. نعم، كل الحكومات. لا أنا أقصد على الحكومة الحالية، لأن كلها تقول مختلفة. خلي أشوف المنتج الوطني أخذ حيز بما ومكانته في البرنامج الحكومي للحكومة الحالية للسيد السوداني. لو كان هناك حيز لكان له دور، ولو بمثال بسيط، ولو حتى المشاركة في هيئة الرأي بالوزارات أو بالمجلس الاقتصادي الأعلى. بالعكس اليوم المنتج الوطني اليوم ديعاني رغم هالمعاناة هذه، لكن هو مستمر. إذا تقول لي معاناته وين اليوم، مدى يقدر يحمي إنتاجه بسبب مثل ما تفضلت أنه ما ينافس المستورد. هناك حقيقة حرب أضرار تقصد العراق. وهذا اللي دي يحدث خاصة بالمنافذ الحدودية من خلال إخراج البضائع،
وبالذات أركز لك على أنه لا توجد سيطرة على منافذ أقليم كردستان. بس بالمقابل أيضا المنتج الوطني مقصر بعشوائية البيع. أنا أقصد هذا القطاع الحكومي والقطاع الخاص. نعم. مقصر في عشوائية البيع. احنا مقدمتنا أول ما تحدثنا شباب واقفين يم طريق معسكر رشيد يم الشركة نفسها مزيوت النباتية جيليكانات لا عليها ليبل وردي وأزرق وأخضر طالما للزاهي والقاصر والصابون بس تنباع مكشوفة بينما أنا من أروح أشوف التركي ليبل وهاي الكتابات بألوان براقة زاهية هي هاي صعبة يعني أو فكرة التسويق موجودة في ذهن المصنع العراقي الداعم للمنتج الوطني موجودة في منهاجكم لا بالعكس هذه الأمور اللي تكلمت عنها هذه لما تكون من الأمور البسيطة تتعلق بالدعاية والإعلان لكن لما هاي الأمور البسيطة أنا أشوفها تأذي المنتج إحنا ليش نقول نحتاج اليوم نحتاج إلى البرنامج الحكومي يعني اليوم نوفرها من خلال الجمعيات الاستهلاكية نوفرها من خلال مراكز البيع نوفرها من خلال المولات نوفرها من خلال المؤسسات الحكومية اللي هي تدعم المنتج الوطني من خلال استيعابه وسحبه من السوق يعني اليوم إذا أريد أنفتح لك بجانب أجي أقول لك ممكن أن تكون تتعامل ويا أطعام الجيش ممكن تتعامل ويا أطعام السجون على العدل ممكن تتعامل ويا مستشفيات وزارة الصحة ممكن تتعامل حتى ويا التعليم بنفس الوقت هذا الجانب راح تأمن جانبين أولا اليوم تكلم القطاع من ينمو القطاع الخاص راح اليوم يخف الضغط على القطاع العام تعرف أيه. اليوم المنتج الوطني بسبب الإهمال الحكومي بدأ كانت عندنا يعني على سبيل المثال قطاع الدواجن كانت أكثر من 7000 شركة الآن أقل من 3000 أقل من 3000 وهي قابل ليش لأن تعرضت لخسائر كبيرة نتيجة عدم بل بالعكس اليوم أغلبهم مهددين لكن غريبة سيد تحسين يعني اليوم أنا كمستهلك وأشوف انه البيض مال الديوانيه نعم بيض هو ترند براند يعني درجه اولى بالماركت اللي اروح انا من اشوف بيض تركي وبيض الديوانيه اخذ بيض الديوانيه كذلك الحال على نوعيه الدجاج انا من اشوف دجاج تركي واشوف دجاج ذبح عراقي راح اروح يعني اذا هاي الصناعه يحتاج فقط الى يعني والله ممكن مؤشرات بسيطة حتى تزدهر وتاخذ مكانتها الحقيقية لكن أربط لك إياها بجانب آخر يأثر على صحة الإنسان تعرف المستورد إيش قد بي مواد حافظة ضارة مسرطنة الضر بصحة الإنسان إضافة إلى ذلك فقدان جهاز السيطرة إنه لاحظ اليوم يمكن البضائع اللي ده تدخل قلنا مو بصورة رسمية هذه ما تكون خاضعة للحجر الطبي بينما اللي تتكلم عنها اليوم تكون تحت إشراف الثروة الحيوانية تحت إشراف دائرة البيطرة تحت إشراف حتى لم لكن وين الخلل اللي دي يصير وأكو خاصية عند المواطن العراقي هاي مفهوم التازة دائما يحب يأخذ الأشياء تازة الصمونة يحب يأخذها تازة فهذا الموضوع داعم لموضوع المنتج هذا المشكلة بالرسالة الإرشادية وخاصة بالوزارات أولا اللي ما تنطي نسبة الفائدة وتحذر بنفس الوقت من الضرر طيب اليوم أنت أريد أوازن أنت أنا عرفت سؤالك أستاذ يعني بعض الأحيان بسبب أنه كلفة المنتج المحلي تكون أكثر فما تنافس المستورد يضطر المستهلك يعني يصير عبء على المستهلك أي. إحنا شلون نخلق هذا التوازن أولا لا نحافظ على المنتج الوطني ونحافظ على المستهلك بنفس الوقت نخلق توازن هناك ما يسمى بالتعرفة الجمركية أي يعني اليوم التعرفة الجمركية لو فرضت على البضائع بصورة جيدة وبنسبة عالية هذه التعرفة الجمركية يجب أن تذهب إلى تدعيم المنتج الوطني مثلا اليوم أنا استورد مواد زراعية أدعم بها الزراعة مواد غذائية أدعم بها الغذاء مواد صناعية أدعم الصناعة أما أعظم إيرادات الدولة فأنا ما راح أقدر أنافس أولا السوق بصورة عامة لا يوجد لدينا اكتفاء ذاتي بسبب قلة المنتجين صحيح. فلذلك احنا ايش نحتاج نحتاج اليوم من زيد عدد المنتجين ومن أحميه أنا شلون أحميه ما عرضه الخسارة اليوم المنتج يريد شيء واحد من الحكومة أنه ما تعرضه للخسارة أنه تأمن عليه يعني هو تعرض حتى لكوارث اليوم هاي موجودة في منهاج الكتلة منهاجها الانتخابي منهاجها النيابي هذا موجود هاي المقترحات أو مشاريع القوانين اللي ممكن نقدمها إلى البرلمان حتى نحمي المنتج
العراقي المحلي، نحمي المنتج المحلي أيضا؟ والله حقيقة ما أخفى عليك يعني نشاطنا تعدى هذا الحدود، وخاصة يعني النفس الوطني الموجود عند رئيس الكتلة السيد جاسم العامري يعني دائما كان إلى دور بأزمة المياه، ومن خلال يعني هي ما نتحدث عن أزمة لا هو يعني توجيهه، وكذلك أيضا بالوقوف مع المنتجين وخاصة المشاريع الصغيرة في الحفاظ على مشاريعهم لأجل أنه لا تتعرض طريقة عملية. نعم طريقة شون. إضافة إلى الأبحاث والدراسات. لكن المشكلة اليوم إحنا حقيقة ماكو تعاون من الحكومة ويانا، ماكو تعاون من الوزارات ويانا، ماكو تعاون. إحنا اليوم ممكن نتعامل مع المنظمات الدولية، ممكن نتعامل مع المنظمات العالمية، ممكن نتعامل مع الشركات الداخلية. صح. هذا البرنامج أيضا نستوعب به الطاقات، يعني دائما المنتج يبحث عن 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 النشطاء، يبحث عن أصحاب الأبحاث، يبحث عن المدونين، يبحث دائما يتبنى هذه الأفكار ويا مشروع المنتج الوطني يبلورها في سبيل أنه نخرج بمشروع. لكن هذا ما يكفي أستاذ. إحنا اليوم إذا ماكو دعم حكومي، الدعم الحكومي بيش نحتاجه؟ أولا اليوم مثل ما قلت لك أنه أني حافظ لي على المنتج مالتي، وفر لي حماية للمنتج، بنفس الوقت أكون شريك وياك بالقرار. أنت اليوم شلون تدعم المنتج الوطني وأنت أساسا مشاركة وياك بالقرار؟ يعني مجرد أني أطلع بمؤتمرات وبرامج على هذا اللي أقوله. لذلك كان في سؤالي منهاجكم لدعم أو إعادة إحياء المنتج الوطني بطريقة عصرية اللي هي من ضمنها الأساليب الإرشادية، الدعاية والتسويق، طريقة التخاطب مع الدعائية للمستهلك، شلون أنا أجذب المستهلك. اليوم نشوف منتجات دا تجي للعراق، أنا أنطي مثلا هذا منتج الزاهي أو القاصر الفاس أو كذا، أطيه واحدة من المشاهير، واحد من المشاهير المؤثرين على السوشيال ميديا يعلن لي عن هذا الموضوع، هو فالشيء مجرب. هذه موجودة في خططكم؟ هذا في برنامج الدعاية والإعلان اللي تتحدث عنه جنابك الكريم. بالعكس احنا ذهبنا أبعد من ذلك. نعم، يعني ندعم المشاريع الصغيرة، ندعم أفكار الشباب، نستوقف هذا كله لأنه منهاج وطني. هو قبل ما يكون هو منهاج وطني حقيقة. لكن قلت لك اليوم أنه هذا الشيء يحتاج إلى دعم حكومي. أنا اليوم هاي الرسالة الإرشادية من أوصلها عبر الوزارات، من أوصلها اليوم تعرف كل الوزارات لديها قسم إعلام طبعاً، لديها برامج ولديها تواصل، وممكن أن تفسح لنا المجال في إقامة الندوات. يعني اليوم أنا مثلا من أريد أقيم دورة إرشادية لازم في قطاع الزراعة لازم الوزارة تتعاون وياه بمديرياتها وقطاعاتها. صحيح. اليوم مثل بقطاع الصناعة لازم تتعامل وياه التعليم والتربية بالمدارس المهنية. اليوم من أريد أتعامل ويا الجانب الصحي وأوصل الرسالة وخطورة المستورد وسلامة المنتج المحلي، أحتاج إلى وزارة الصحة من خلال ورشاتها حتى بالمستشفيات. صحيح. نعم. طيب أنا هسه خطرت ببالي فكرة بس راح أجلها، أروح إلى مجموعة من المحاور لأن الوقت على مود يكفينا. إحنا عندنا مشكلة بازدهار المنتج الوطني، كيف نعيده إلى رونقه، إلى 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 قيمته اللي هو يستحقها. أسأل عن أسباب خمول هذا المنتج. إحنا ذكرنا بالمقدمة السياسي المتنفذ أو السياسيين المتنفذين أو السياسة المتنفذة، أم قدم المصانع والمعامل العراقية ورد يعني قدم مكائنها وبيئتها ونظافتها، أم الخبرة في التسويق؟ أنا أعتقد الآن أعتقد كانت المقدمة مالتك يعني مثل ما تقول شخصت الخلل بالضبط من خلال ذكرك على أنه مستثمرين بدأوا يستثمرون خارج العراق. هي على نوعين. النوع الأول مثل ما تفضلت لربما هذا يذهب الجانب الغسيل اللي هذا بعيدين عنه، والجانب الثاني بالحفاظ بالحفاظ على مشروعه أو على منتجه بعض الأحيان حتى على شخصه. إحنا اليوم هذه النقطة الحساسة جدا المهمة تتعلق بالاستثمارات، تتعلق بالمؤسسات. اليوم المستثمر العراقي محارب. يعني اليوم على سبيل المثال أي مشروع تريد تقدم له وتريد تستثمر من عنده روتين قاتل. صحيح. تجي على المؤسسات والدوائر، يعني موافقة اليوم إذا تريد تنشأ معمل صدقني بس الموافقات من وزارة واحدة ما تكملها بسنة. بسنة من وزارة واحدة. هذا من طالبني بالدليل أجيب لك الكتب
واسلسلك اياهن وانطيك اياهن وشوف بينما اني ذا لي دقيق مشروع استثماري يحتاج لي بالقليل 13 وزاره قطاعيه انه انا راجعها. كل وزاره ايش قد مرتبطه بها؟ قد راح تنام معاملتك بيها. زين طيب مع العلم المفروض الوزارات يكون احنا ليش نقول ندخل وياهم بهيئه الراي؟ المفروض تكون عندهم رؤيه لهذه الموافقات بحيث ما تتكرر. يعني سبق وان تمت الموافقات على نفس المواصفات مو ارجعاني اليوم كمستثمر اعيد هاي الموافقات كلها. تحتاجون الى ناهيك عن الابتزاز اللي نخضع له. اي طبعا ناهيك عن عمليه الابتزاز اللي نخضع له حقيقه. هذا كارثه. اليوم لو اكو تشجيع وحمايه للمستثمر العراقي العراق كان يعلن اكتفاء ذاته. طيب ليش جربنا عذر المقاطعه خذ راحتك جربنا. انت تتذكر العالم عاش بتجربه صعبه مال كورونا انه الكره الارضيه انغلقت لولا المنتج الوطني والاكتفاء الذاتي. بس صدرنا الى دول الخليج اذا تتذكر كان عندنا بحدود 7 ملايين بالنسبه للبيض وبالنسبه لدجاج اللحم. صحيح. هذا كله بفضل المنتج الوطني. من انغلقت الكره الارضيه لولا الاكتفاء الذاتي اللي اصبحت كارثه. صح. اليوم اليوم ايضا اكو رساله ثانيه خطره انتبهت العالم سابقا حتى بالدول الاوروبيه. بعض الأحيان تنظر أنه الكلفة المستورد أفضل بل كانوا يكافئون المدراء العامين كونهم أنهم يدخلون منتوجات أقل بالكلفة الداخل. لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الحبوب والتهديد بالمجاعة انتبه العالم على أنه خير صمام عمان للأمن القومي هو المنتج الوطني. لذلك إيش قد ما تكون الكلفة مال تعالية لكن هو صمام أمان. طيب. لولا الاكتفاء الذاتي يعني اليوم احنا اذا ردنا نكرر تجربة الفريق الجهد الخدمي. نعم. اليوم اكو فريق جهد خدمي. نعم. عبارة عن غرفة. نعم. بيها مندوب عن كل الدوائر الخدمية. تمام. امانة بغداد، محافظة بغداد، وزارة الاعمار والجهد الهندسي وغيره. احنا نحتاج الى غرفة جهد صناعي. اكيد. بيها خلينا نقول مثل هيئة رأي، بيها مندوب عن وزارة الاعمار، حتى الكتاب يكون شلون غرفة كاتب العدل، هذا يوقع هذا يوقع هذا يوقع، تخلص المعاملة للمستثمر ويطلع. شو رأيك؟ أنا راح أعطيك مثال قريب إليه. مثل اليوم دائما نتكلم عن المياه، على الزراعة، على الصحة، على كذا، من الهرم مالتهن؟ الهرم الرئيسي مالتهن البيئة. البيئة كلها مرتبطة به. الزراعة، الموارد، الصحة، الأمن، النفط، الكل يعني. صحيح. حدود 20 وزارة. صحيح. هذه كلها تطرح المشروع مالتها يكون الهرم مالتها. احنا اليوم المفروض نكون جزء من اليوم تطرح. مثلا اليوم الزراعة مرتبطة، مخرجات ومدخلات الزراعة تدخل بالإنتاج الوطني. صح. المعامل اللي تدخل بصناعة الأغذية وبالمواد المساحيق وكل اليوم أيضا الأمن الاقتصادي، الحفاظ من خلال ضبط المنافذ الحدودية لإيقاف عمليات التهريب، كذلك أيضا مراقبة الأسواق والمنتجين في عملية الأسعار ومتابعتهم. هذه كلها من تشكل غرفة عمليات وتكون أنت جزء من هذه راح أكيد تحقق. إحنا أساسنا بالعمل خطأ. من يتحمل اليوم؟ من ينظم هاي العملية؟ هذه تنظمها الحكومة. طيب الآن العراق، الآن بالوضع الحالي العراق يعد بيئة طاردة لأي فكرة تدعم المنتج الوطني. نعم. مثل ما قلنا. نعم. مضايقات. نعم. مطاردات وأحيانا بالبداية احنا قلنا شقد ما هو يرخص أبو المنتج المحلي لكن يربح ربح قليل، أبو المنتج المستورد راح يرخص أكثر لأن قلنا اكو عمليات غسل أموال. كيف أجعل العراق بيئة ملائمة للصناعة المحلية؟ هذا الموضوع أنا أعتبره خطر ولكن تتمثل به السيادة العراقية. أنا باعتقادي يعني العراق الآن بيئة طاردة. نشوف غازي عنتاب الممولين مالتهم عراقيين، يروح يسوي له شركة بالإمارات، يسوي له شركة بقطر، يسوي له شركة بأمريكا ويدز المنتجات لهناك مع أنه البلد بمساحات شاسعة وبمصانع بكذا. يعني احنا من نتكلم هذا بالذات هذا الجزئيه مسؤوليه من؟ الحكومه. تمام. احنا الحكومه اليوم هسه لربما الحكومه تحتاج الى مثل ما تقول مشوره، تحتاج الى اصحاب الخبره، تحتاج الى الراي. طبعا الحكومه اذا ما تتفاعل ويا القطاع الخاص ماكو تفاعل الان؟ لا انا اشوف الشيء دائما تتاشر علما ان السيد رئيس الوزراء كان في احدى الحكومات هو وزير صناعه بالوكاله
اعتقد حكومة 2014. تمام. زين. ما صار لقاء ما بين رئيس الكتلة، ما بين نواب الكتلة، ما بين جنابكم والسيد رئيس الوزراء؟ عرضتوا عليه منهاج، برنامج، خطة لدعم المنتج الوطني. يعني كان عنده أطروحة جميلة جدا، اللي تتذكر أنشأ حكومة ظل، وزراء ظل من الاتحادات والنقابات والغرف التجارية. كنا نتمنى أن تتوجه لنا الرسالة، وخاصة أنه إحنا قطاع خاص وتجربتنا تختلف عن الاتحادات والنقابات، كون أنه إحنا دعمنا، إحنا يعني هذه كلها اتحادات والنقابات، هذه كلها تأخذ من الدولة والحكومة. صح. إحنا أعطينا للدولة لكن الدولة ما أعطتنا، بدليل حتى أنه إحنا ما كنا شركاء وياها بالقرار. اسمعونا على الأقل، اسمعونا، إحنا نقدم لكم البرنامج، ونقدم لكم إنجازاتنا، ونقدم لكم العمل واللي قدمناه، وانتم اكو تقييم. طيب. اكو بيانات، هذه البيانات وفقها، لكن للاسف هذه مو مسؤوليه رئيس وزراء. خلينا نقول اليوم المجلس الاقتصادي مغيبنا غياب تام حقيقه، لربما من باب رفع العتب فقط بعض الاحيان نذكر يعني على هذا البرنامج، يا اما فعلا انه احنا شركاء، يا اما فعلا انه احنا القطاع الخاص والقطاع العام هم يصبون بمصلحه واحده. نعم. احنا نقدر نشتغل، لكنه فقط بالتسميات اكيد ما راح ننتج. زين، هو احنا عندنا قاعده جماهيريه لاقتناء المنتج الوطني. انت تلاحظ حقيقه جماهيرنا بالذات، ومثل ما تفضلت اكو هناك رغبه ورغبه شديده، لاحظ حتى من خلال ارتيادها ايضا للصناعات وللمنتج الوطني، رغم انه غياب الدعايه والاعلان التام عنه وغياب الحمايه بنفس الوقت. طيب بس هاي ممكن تكون بالامور الغذائيه، يعني انا ادعم اللحم العراقي، ادعم الدجاج العراقي كمستهلك. نعم. ادعم البيض العراقي، بس من اجي القى بنطلون تركي وبنطلون عراقي قد تكون نفس الكفاءه، اقتني ببنطلون التركي لان بعدني ما عندي ثقه بهاي المنتجات. وين الخلل؟ احنا هذا ممكن، قلنا احنا ايش قلنا؟ قلنا انه احنا ما عندنا اكتفاء ذاتي او نقدر نقول مثاليين 100%. بس عندنا مصانع الغزل، عندنا المصانع هذه مثل ما تفضلت اللي اتحاد الصناعات صلى عليها صلاه الغائب. لانه اولا لا تطورت واهملت واندثرت، بل بالعكس هي يعني مثل ما تفضلت هي كانت العمليه مقصوده انه ضرب الصناعه الوطنيه، وهذا بسبب حرب الأضرار، لأن العراق اليوم أصبح مستهلك لدول الجوار. هذه حقيقة العملية اللي دائما احنا نتوقف عندها. من اليوم نتكلم عن موازنة يعني تعادل موازنة 4 دول. صح. والعراق لديه كل المقومات وكل الإمكانيات، وأصبح مستهلك وسوق لهذه الدول. وبسببها، بسبب الأغذية المستوردة، ارتفعت عندنا السرطانات. هذا جانب. اليوم نسبة البطالة، وحتى أثرت من أقول اليوم لاحظ عملية، وشنو سبب اليوم انتشار المخدرات؟ ضياع الشباب. ضياع الشباب بدون هدف، هذا بدون الشباب عمل. لو تحشغل بالقطاع الخاص أكيد هو نتيجة الفراغ ونتيجة هذه كلها برامج مخطط لها، مخطط من هذا يعني لربما ما أريد أطلع من. طيب. من هسه عندي أنا أهم منتج وطني. نعم. النفط. بس اكو فد مفارقه الضحك، منتج وطني الاول نعتبر بلد نفطي، ابيع نفط واستورد مشتقات نفطيه. انتوا عندكم مؤشرات على هذا الموضوع؟ يعني ما مطلع على بعض الكواليس انه انتوا عندكم مؤاخذه على هذا الموضوع، شلون تشوفون؟ بالعكس هسه نستورد، لو نطلق الغاز بالجو احنا اصلا ما دا يلوث وما دا نستفاد من عنده. مع العلم احنا في مؤتمر المناخ اليوم العراق عليه ان يقلل من انبعاث الغازات. صح. لانه اليوم العراق دا يطالب حال الدول، باعتبار ان الدول الكبرى الدول العالميه بسبب الثوره الصناعيه سببت تلوث البيئه وسببت الضرر، وعليها ان تعوض الدول اللي ضررت. وهذا طرحه السيسي بمؤتمر شرم الشيخ. صح. انه هذا الضرر بسبب الثوره الصناعيه، ومنها عوامل الجفاف وتغيير المناخ وغيرها. لكن اليوم من دخلنا خاصة دول المنتجة النفط، ليش العراق تأخر عن هذه الاتفاقية؟ لأن تعتبر دول المنتجة هي أكبر من تضرر البيئة. صح. هذا الموضوع ما عالجنا، العراق الآن دخل بسبب الضرر اللي أصبح لديه، لكن عليه خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. تجيني تقول لي
هذا شلون اقول لك اليوم الحزام الاخضر كله ما موجود عندنا، زادت عمليه التصحر وزادت عندنا عمليه اليوم بالضبط. عمليه الانتاج انخفضت عندنا بسبب ارتفاع درجه حراره الارض، وهذا كله بسبب فقدان الغطاء النباتي. نعم. مو انت توديني مسببات وحده وحده. من تقول لي عندكم علاج اقول لك اي، تقول لي ليش ما تعالجون اقول لك شريكنا طيب احنا خلينا نستخدم الاعلام من منبرك هو خلينا نستخدم الاعلام. نعم. يعني اليوم جاي مستضيف السيد تحسين الموسوي. نعم. اريد اعرف انتم عندكم مؤاخذه، قلت لك انا عندي اطلاع على بعض الكواليس، عندكم مؤاخذه على انه كيف احنا بلد نفطي نستورد مشتقات نفطيه. وعندي ايضا بعض المعلومات عن وجود خطه في ذهنكم في برنامجكم يعني بخصوص هذا الموضوع وبخصوص الموضوع البيئي، واللي ذكرته النقاط المسببات اللي جنابك. نعم حقيقة احنا موضوع البيئي كانت عندنا دراسات واستضافنا كثير من النشطاء وكان هو حوار هناك يعني كبير. اولا كنا نتحدث عن وحدات المعالجة اللي هاي اصبحت امر ضروري بسبب شحة المياه اليوم وسيطرة الدول المنبع او التغيير المناخي، انه لربما انه عملية انه العراق يتوصل الاتفاقية مع تركيا هذه تاخذ وقت كبير. نعم. إذن إيش يحتاج؟ يحتاج تطوير وسائل العيش، يحتاج اعتماد على المواد الداخلية. مثلا اليوم نطرح موضوع منظومات الري بالرش. بدل هذه ممكن أنه نستخدمها عن طريق المعامل اللي موجودة عندنا، أو حتى ممكن أنه هذه المعامل اللي بدول الجوار اللي جابتها وأنشأتها نفس الشركات ونفس الكلفة نتعاقد وياها ونهيئ شبابنا ونعدهم على أنه يمارسون هذه الأعمال من خلال الورش الفنية. يعني الجانب البيئي حقيقة اليوم بضرر كبير جدا. بعثنا رسالة إرشادية على أنه اليوم يحتاج لنا أنه نفعل الوسائل الإعلام من خلال الوزارات، نفرض القوانين الرادعة. اليوم لاحظ عملية البيئة أصبحت مسألة التلوث يعني مسألة خطرة. يعني ضربنا مثال قبل فترة، كانت عندنا ندوة حول أنه المختبرات الطبية. قدمنا مقترح ونريد نبعث لوزارة الصحة هم من خلال التواصل ويا على أنه اليوم هذه المختبرات الطبية اللي تسحب عينات بدون رقابة يعني بالمستشفى لاحظ يعادلون المواد الخطرة ضمن مواد كيميائية ومحرقة خاصة لمعالجتها لأن خطرة. صح. لكن المختبرات الطبية بدون رقابة هذه جلك الله تذهب للنفايات يجي عامل النظافة. صح. وعملية الطمر غير صحيحة. قلنا ممكن أن تكون وحدة متابعة للمختبرات من خلال السجلات اللي موجودة لهم والعينات اللي يسحبونها تسلم بظروف خاصة إلى فرق، هذه هم من شغل بها الشباب. أي. وتذهب إلى المستشفيات تعالج بمعالجة التمر الصحيح وضمن إجور. يعني انت هذه المختبرات نفسها أيضا تحامل بيئة ومشغل ناس وبنفس الوقت ماخذ إجور. ماخذ إجور، هذا مشروع بسيط يعني احنا طرحناه وهو شقد به نسبة خطورة، لأنه اليوم عملية التمر مو صحيحة وربما تتناولها الحيوانات. ذكرت لك ارتفاع عندنا بالأمراض والمسببات. هذا الشيء يحتاج له، يحتاج لتفاعل ويا الوزارات. من أنا أكون وياك بهيئة الرأي يا أبو الصحة واطرح وياك هيك مشروع من ضمن اختصاصي، انت شوف هذا المشروع هسه جنابك على الاعلام رحبت بالفكره. تمام لو تمام. وهي بسيطه جدا. عندنا معالجات للبيئه اليوم، من نتكلم عن عمليات مياه الصرف الصحي هذه اللي تذهب عن النهر تشكل خطوره خاصه للوسط والجنوب امراض. زين. هذه ممكن انشاء وحدات معالجه واعاده تدويرها. مساله النفايات اليوم هذه ممكن ان نستفاد منها مو نطمرها بهالطمر هذا. زين. نعم. أنا ما بقي لي إلا محورين. نعم. أتحدث بيهن وأكو محور قريب كلش على قلبك وعلى اختصاصك اللي هو المحور الزراعي. نعم. أسأل عن تعليقك مؤشراتك مؤاخذاتك عن الخطة الزراعية المعتمدة الآن، وأيضا عن قرار تقليلها أو تخفيضها بنسبة 50%. هذا الموضوع جدا مهم، أنا أشكرك شكرا جزيلا. أولا لحد الآن وزارة الموارد وزارة الزراعة ما توصلت لإقرار الخطة الشتوية، تعرف أنا غادرنا ليه. الخطة الصيفية ليه. بسبب الشح لحد الآن. أي بسبب أولا لا تزال خزانات العراق هي خالية ونستخدم الجزء الميت. نعم. ولاحظت اللي صابنا بالأهوار ولاحظت وصلت الأمور لمياه الشرب وللمدن. واضح. بحيث أنه هذا الموضوع أيضا كلفنا رفع عملية التصحر لدينا. حقيقة من ضمن الخطة اللي موجودة أنه يجب التأكيد على قرار مجلس الوزراء استخدام تقنيات الرش
لأنه بالتنقيط قصد بالرش والري بالتنقيط والري بالرش والمشاريع المغلقة. وطبعا هاي تحتاج إلى أموال وتحتاج إلى بنى تحتية وتحتاج إلى وقت، لكن سنكون مضطرين حقيقة لأنه الأزمة بدأت تتكرر زيادة بالموارد البشرية. أنا أعتقد راح يصير، كانت مضطرة وزارة الزراعة أن تقلل 50% بسبب قلة الموارد المائية. لا 25% مو 50 صارت 50. أنا أدري الحبقة بالشهر. لا هي مو شنو اللي صار، من إجتنا أمطار احنا كنا نتكلم الموسم الماضي عن سنة جفاف. أي صح، صادفت تغيير المناخ. أنا قلت لك إجتنا أمطار والأمطار مو كافية، وبنفس الوقت كلفتنا، لأن نتيجة هاي الأمطار توسعنا بالخطة دفعنا ثمنها، غادرنا الخطة الصيفية، محاصيل استراتيجية كثيرة غادرناها. وهذه أيضا لو منتبهين، يعني هسه مو هي الخطة كلها إنتاج نباتي، كان ممكن أن ننتبه للإنتاج الحيواني، كان ممكن أن ندعم محطات الأبقار، وممكن ندعم الدواجن. أولا تستهلك كمية كبيرة من المياه، أنت تعرف اليوم كل هذه تتنقل على نفقتها الخاصة بالصهاريج وغيرها، وهذه أيضا تزيد من الكلفة. صحيح. إحنا عندنا شحة مياه وعجز، كان ممكن أن نذهب إلى قطاع الدواجن، نطور قطاع البيض، نطور ونستورد المحاصيل الاستراتيجية، ونقلل الابتزاز من دول الجوار. لأن دول الجوار بدأت تتعامل، تركيا تبتز العراق بملف المياه. صح. أنت من تكون بعيد عن هذا الابتزاز من خلال اتباع الوسائل الأخرى وطرق العيش الجديدة، راح تركيا تضطر لأن ما تتحمل أيضا تخزن هاي الكمية من المياه. أي. هذه السياسة مو موجودة عندنا، فقط نضغط على محاصيل استراتيجية ونستخدم ري سومري. غياب الإرادة لو غياب الوعي والفهم لهذا الموضوع. تخطيط يعني ماكو وعي لتدارك هذه الأزمات لحماية المنتجات العراقية الزراعية والمحاصيل. يعني احنا اعترض وافقنا خطة الحكومة بفرض تقنيات الري، لكن اعترضنا على تطبيقها. كيف احنا اليوم الفلاح ما ممكن اجي اقول له انت اذا ما جبتها منطق زراعة، لا انا دخلي ادعمه، راح اقول له انت من تخلي منظومة راح تستلم استحقاقاتك مباشر، راح اقول له انت من تخلي منظومه ريش راح اسعارك تكون مختلفه، راح اقول له راح ادعمك 50% 100% دعم. هذا التشجيع ما راح يخلي فلاح ما يستخدم منظومه. بس انه انا اجي اذا ما نصبت منظومه على منطق خطه. احنا حكينا عن القطاع الحكومي وعن المؤسسات الحكوميه، هسه انا اروح على القطاع الفلاحي. نعم. يعني الجمعيات الفلاحيه، دور الفلاح، هل هو سلبي أم إيجابي، مضر أكثر مما هو نافع بالنسبة والتناسب؟ الفلاح اليوم يملك هذا الوعي بأنه يجب أن يحافظ على الأقل على مصدر رزقه. شقد عندك وقت لهذه الفقرة؟ دقيقتين أكثر تقدر؟ ما يخالف. مشكلة عندنا باتحاد الجمعيات الفلاحية، وشخصها مجلس النواب العراقي. إنه اليوم الفلاح أكثر من 6-7 مليون فلاح عراقي يمثلهم الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية. هذا الاتحاد يمثل 15 محافظة، كل محافظة بها اتحاد محلي، كل اتحاد محلي، كل وحدة إدارية بها اتحاد فرعي، كل اتحاد فرعي بها جمعية. اعداد الجمعيات بالعراق تصل لحدود 1000. مجلس النواب، لجنة الزراعة والمياه والأهوار شخصت ملف الفساد اللي موجود بالجمعيات الفلاحية من خلال المكتب التنفيذي. هذه باختصار. الآن المكتب التنفيذي للفلاحي بالعراق مختصب عليه قرارات قضائية، عليه أوامر تنفيذ، عليه هذا كله نتيجة الصراعات والمنفعة الشخصية. اليوم لا يوجد ممثل شرعي للفلاح. لحد هاللحظة صدرت أوامر قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، وصلت إلى دائرة التنفيذ ولم تنفذ، ورئيس الاتحاد الحالي يقوم بغلق الاتحاد وإخراج الموظفين. هذا جانب. بمن مستقوى؟ هوي هاي المشكلة بأناس ما أكو وراء. نعم. شلون؟ لأنه اليوم تغلق مؤسسة تغلق، هو اليوم أمام القانون منتحل صفة، حتى أمر ولائي عليه ما يمارس عمله زين. طيب اليوم هذا الممثل الشرعي الفلاح اللي أنا أحتاجه وأريد أتواصل وياه أو أريد أطوره، الممثل الشرعي اللي عنه هو اليوم عليه شبهات شخصها مجلس النواب، شخص شبهات الفساد، بيع أملاك الاتحاد، الثراء على المال الخاص، الوظائف الوهمية، يعني تيجي كل عضو مكتب تنفيذي مخلي له 4 سواق. أملاك الاتحاد بدت كلها تصفر بالبيع، المنح ده تيجي وين تروح ما تعرف.
هذا ايضا اليوم هاي مصيبة. طبعا حق الرد مكفول لكل من يرد اسمه او صفته الوظيفية. نعم احنا نتكلم باوامر القضاء طبعا، هذا اللي داعي احكي لك اياه باوامر القضاء. بس يعني وهناك يصير تحسس. لا خلي ازيد بعد وهناك تقصير من وزارة العدل في تنفيذ الاوامر. أوه. وهناك تقصير من وزارة الداخلية في تنفيذ الاوامر. طيب سؤالي الاخير لك استاذ تحسين. ككتلة بالمنتج الوطني عندكم نائبين؟ نعم. كم اقترح قانون قدمته لرئاسة البرلمان يدعم المنتج الوطني؟ والله انت شخصتها المشكلة، انه اليوم تحتاج الى جمع اصوات ومن خلالك الناشد السادة النواب انه ايضا ينظرون بهذا المنظور بالنظرة الوطنية، مو بانه عدد الكتلة ايش قد عندك وايش قد موجود عندك. طبعا. تمام لو تمام. تعرف التشريع والقرار اليوم يراد الى صوت عن الجوهر مو الشكل. يعني والله حقيقة النواب اللي موجودين دي يبذلون جهد وجهد مضاعف وتلقاهم متواجدين بكل مكان ومتعاونين مع السادة النواب، لكن احنا من خلال منبرك ايضا انه ينظرون اول شيء هل انه هذا المشروع اللي دي يقدموه فعلا به منفعة. لكن للأسف الصراعات السياسية طغت على إحنا اليوم مشكلتنا بمجلس النواب هي صراعات سياسية. بس هذا يعني هذا ممكن يعني هذا أشوفه مش يعني أنا أقول اقترح قانون اسمه منتج وطني أدعم منتج وطني شنو البي إلا إذا يضر مصالح سياسية إلها علاقة بالبضاعة المستوردة. أنا أقول بالعكس هذا أمانة على النواب من ناخبينهم، لأن هم ناخبينهم كلهم اليوم متعلقين بالمنتج الوطني سواء زراعي أو صناعي أو حتى بالنسبة نجي على الجانب الوظيفي والعمل، فهذا أمانة برقابهم. اليوم الشعب منهم انطهم أصوات. فما مشكلة هسه أنت ما طرحت البرنامج لكن ساعدني بالوصول لهدفي. طيب انه اتحقق هذا. نورتني نورك استاذ، انا اشكرك شكرا جزيلا. استشار كتلة المنتج الوطني حقيقة يعني. هاي الالتفاتة الجميلة من قناتكم الكريمة ومن شخصك الكريم اللي اشكرك على اداء واجبك ايضا، ونتمنى ايضا انه باقي القنوات تحذوكم في سبيل دعم المنتج الوطني ان شاء الله. شكرا جزيلا لجنابك. الشكر موصول قبل الشكر مشاهدينا الكرام الى مؤسسات الدولة كافة. اذا كان اكو دعم حكومي الى المنتج الوطني خلي نروح على ابسط الاشياء، المنظفات ومساحق الغسيل والتنظيف. تخيل انت البهو مال الجيش، وتخيل كافتيريا مجلس النواب، وتخيل الدوائر والمغاسل والحمامات اللي تستعملوها الدوائر الدولة العراقية، تقاعد، رعاية، مؤسسة الشهداء، ووزارة خارجية. تخيلوا كل الدولة العراقية تجهز بالمنتج الوطني، تجهز به الصابون والزاهي أو هذا مسحوق غسيل الأواني وهذه الأمور، تجهز تشترى من نثرية هذه المؤسسات. صعبة بيها نقوم الصناعة العراقية وندعم الشركة العامة للزيوت النباتية وندعم هاي المنتجات كلها وتصير فعلا مرقتنا على زياقنا مثل ما يقولون هن. صعبة هاي يسويها اللي عنده هنا شيء اسمه مكتوب عراق او فشيء اسمه وطنية. اللي يريد يسويها الباب مفتوح له والقرار مو صعب، واعتقد اغلب الناس ترحب بهذا الموضوع حتى من المسؤولين. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، هذه تحياتي وتحيات المعد حسين سعدون وكل فريق العمل. الى اللقاء. كلمة تصبر على أولها بالنصر رح تعرف تاليها، وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة. حط الساعد فوق الساعد صف الصف وما نتباعد، يجمعنا الوطن الواحد، يجمعنا الوطن الواحد. لا تحط ايدك انت بدي كلمة ونص ما نحكي الواحد.